صباح الخير. النهارده يا جماعه الفيديو مش لوحدي, النهارده الفيديو ده لعب فضايح طيار ودعاء ونرمين. تابعوا الفيديو الاخر, حوش في اي حته, هاتوا المشروب بتاعكم ويلا بينا. بصوا بقى, دي كروت هي اللي هتتحكم فينا ان شاء الله, وهي اللي هتوضحنا ان شاء الله بره. معانا هنا كروت مكتوب عليها قول, وكروت مكتوب عليها اعمل. كل واحده فينا من حقها تختار اول مره, بس يا اما تقول يا اما تعمل. بعد كده اللعبه هي اللي بتمشينا وهي اللي بتخلينا يا نقول يا نعمل. جاهزين؟ جاهزين. متاكدين؟ لا يلا بينا. كلنا هنحط البتاع ده على نقطه البدايه. نبدا ازاي؟ نبدا من نرمين. تختاري تقولي ولا تعملي؟ هقول. اول حاجه لك فرصه ان الناس كلها هتبص عليك, هتعمل ايه اللي منعك تحقق حلمك؟ ايه, هعمل لهم باي باي عشان انا مشهوره قوي. اقول اكتر واحد مستفز في القعده. انا ليه خايفه؟ دور الدور الدور الدور. الصبر غير عليك انت بقى, تصدقي ايه السر؟ انا اللي هتفضح عشان انا فعلا اكتر واحده محدش يعرف عنها حاجه. فعلا عيني بقول حاجات كتير على اليوتيوب, بس الحاجات اللي انا عايزاها. ايوه بالظبط, انت المتحكمه. ايوه هي المتحكمه دلوقتي, اللعبه هي اللي تتحكم فيها. انا كنت هقول اكتر حد مش مستفز في القعده, بس مثلا مها فجاه ما لقاش ما مشت يا بنتي. طب اصبري استني يا ولاد. انا قلت مش مستفز, انا قلت مش مستفز. يعني اكتر حاجه غريبه بس في القعده بتحصل. ويرد تجيبي فجاه. مزاجي هوب فجاه. لا ده حقيقي, ده حقيقي. اقول مين من اللي قاعدين ما تقدرش يكون معاك في الاوضه؟ مها بتصحى بدري, بتصحى بدري ونشيطه. انا اللحظه ان القعده دي هتبقى عليا. لا لا لا, انا شخص كسلان و مش سهل تتكلم. يعني تشتكي مني؟ فلا ما اقعدش معاها في الاوضه. لان مها نشيطه وحركتها كتير, فانا كسوله وريتني هادي, فهي عندها طاقه, فانا مش هقدر. بصوا انا الطبيعي بتاعي الدور بس نظرا لان هم هيموتوا يعرفوا اي حاجه اقولها, ونظرا لاني مش قادره اقوم اعمل حاجه, هختار اعمل. هختار برضو. هختار برضو. هي مها على فكره سوسه, ما تخافوش بعد كده اقولها. هيمشيني مش سوسه والله. لا بس انا يعني لا لا بتحب تكوني مش على كده. هي الحته دي واخده بالي منها. اللي تقولي انا اقول امتى محدش يكبرني. لا انا بصي يعني اللي هو في حاجات معينه انا اقولها, بس هو لو عن حياتها فصح. انا طبعي كده حافظ اسراري. حاول تزغرط زغروطه. شفتوا الحاجات بتاعت اعمل اخر كدبه كدبتها؟ بكدب كتير قوي يا جماعه, مش بكدب كتير قوي لدرجه ان انا مش فاكره اخر كدبه. ما عدتش يا جيمي. قلت المهنه دقيقتين ونازله, وانا قعدت بعديها تلت ساعه. ده العادي, ده انا حافظاه. ابعت للكراش, بتحب المحشي اكتر ولا السبانخ؟ لبنها تيوق. تيوق بقول لك ايه, هو انت بتحب المحشي اكتر ولا السبانخ؟ الهبله اللي مسافره بتسالني دي. سبانخ لا. هو هيجاوب بعد كده يقول لي ليه, والمحشي محشي كوسه. بيحرد بصراحه. بس ليه؟ تعامل على انك اجنبي لحد الدور اللي جاي, ملعبك ده يعني لغايه لما يلف ويجي لك تاني. اوكي. اعمل ستوري على الانستجرام بتتكلم, كلم فيه كانك متاثر. ايوه الناس هتقلق قوي كده. About the message. About the message. The message. المسج بتاع الانستجرام. One of my followers sent to me. اوكي. جماعه في صبر. جماعه دلوقتي انا عايزه اتكلم في موضوع مهم جدا جدا ومتاثره باين صح؟ ليه دلوقتي واحده تبعت رساله تقول اسره فيكوا الخلفه ولا لا؟ اسره فيكوا الامومه. ده ماذر هود. انا ليه تقولي لي كده؟ ما انا امي زي الفل. سلم بلهجه سعيدي لحد الدور اللي جاي. او ماي جاد. على وشك وكمل بيه الجيم. اوكي هتكلم سعيدي. اوكي اوكي هتكلم سعيدي. تعالى. لونج هارت اور سمول؟ لا ما حددوش. بيج هارت, سوري بيج هارت اور سمول؟ الحمد لله بعد الخطوتين هيبقى سمول. ايه ده فين ده؟ وريني اهو. عايز ايه؟ تستبدل حياتك مع مين وليه؟ بس لا لا ما اعتقدش. ما قالش في القعده. ياسمين صبري. واي عايزه كل يوم قافل يا اخي. نتكلم بجد, انا مش هقول حد معين, بس هقول لحد زي ايه مثلا؟ بامانه حد صالح. فاهمين؟ حد حياته كله طعمه صالح. ساتر يا رب. حياه حد كده يعني يبقى مرتاح نفسيا, انه يا جماعه بس ما تحسوش ان انا اوفر, يبقى حاسس كده انه مرتاح, انه مستعد اي وقت يقابل ربنا. It's my turn. نزل اخر سكرين شوت اخدتها ستوري وسيبها لاخر اللعبه. الرساله هي دي اللي انا قلت لك خديها سكرين شوت. ده بصي بجد جالها رساله علشان هي يعني قاعده في مصيف كده وسايبه. هي تعتبر ليها وليا. هي خساره. واحده بتقول خساره فيكوا الامومه انا وميار, عشان احنا في رحله يعني وسايبينها. يعني ممكن تكتبي كومنت انا سمحت لك. نزلت في ايه؟ كل حاجه اتكلم كانك اتكلم كانك مندوب خدمه عملاء دقيقه وخلص كل جمله يا فندم. دلوقتي يا فندم معانا لعبه حلوه جدا يا فندم, تقدر تستخدمها انت واصحابك, انت واهلك, انت وعيلتك, تقدروا تلعبوا يا فندم اللعبه دي. ومسليه جدا يا فندم, وهتكسبوا ولا مش هتكسبوا ولا حاجه يا فندم, لان انت هتضيع وقتك يا فندم. ودي لسه ما خلصتش يا فندم, فاحنا ممكن نعمل اكتر. ممكن اشرح لك اللعبه لحد يا فندم. بقول لك اكتر عن مزايا اللعبه يا فندم. ليها مزايا كتير. هي تقول او تعمل يا فندم, ممكن تتكلم يا فندم, ممكن ايه تعمل. تعمل في الحمام يا فندم. مش هنا خالص. لو حضرتك ساكن بعيد ما عندناش يا فندم توصيل لحد. ممكن انا
تعبت والله وعايزه اشرب ميه. بس كلم مين لو عايز تعيط؟ بس جوزي واختي. خلي اللي قاعد ايه يرشحوا لك حد تصاحبي. اللي قاعد كل حد يرشح لي حد. قولي يلا ارشح. لا انا طبعا. ايه العبط ده؟ فكري يعني نرمينا عشان هتجاوبي. في صاحبي جوزي كمان. ايه صاحبي يا حلال؟ ايوه اكتر. احنا اوريدي صحاب اكتر. لا تعصب. اشمعنى استني اشمعنى كيفي كده؟ ابعت للكراش ما تحن يا جن. انا كنت بعتها لمحمد جوزك. ما هو ده الكراش اللي في حياتي. خد خطوه. حن يا جن. يروح يرد. محمد ما بيشوفش الواتساب اصلا. ما بحبش اقول. لا يا جماعه هتقول. اخيرا هتقول. امتى اخر مره كدبت وعلى مين؟ لا النهارده بكدب بس النهارده ما كدبتش. مفيش حاجه تستاهل فاهمه ان انا اكدب. قلت لك ان انا بعمل ميك اب وانا كنت هنام اساسا. بتكدب حلال يعني ده احلى حاجه انت عايزاها اساسا. وشويه من اللي بتعمليه فيا. يا رب تتعلمي بقى. يا جماعه انا عايزه اقول ما بحبش اعمل. عكسي سبحان الله انا بحب اعمل. مش حوالين نفسك تسع مرات وبعدين طب اي حد من اللي قاعدين ينزل بوست على الفيسبوك او التليجرام بتاعك. ابوس حبيبك انا. ده انا قلق منك وربنا قلق منك. يا طيبه خذي ميه. اخترت كنت هلبسها صح؟ كنت هديهولك على فكره. ميار بتكتب اهو بوست عند نرمين بعد ما تكتب هتقول لنا يا زين ما اخترت. قلت ميار طيبه. البسوا اشياء حاجه عندكم عشان هخرجكم من حياتي. بحبها. تخلع الجزمه والشراب مش بايدك. ميار هي هتخلع الكوتشي مش بايديها والشراب. لا سحر ولا شعوذه. اوبا لالا عرفتي؟ اه سهل والله بعمل عشان الشراب بتاعها اللي هو الصغير ده. اوكي. غني اغنيه بصوت عالي في البلكونه. شوفوا قلبي الجامد متكتف رنت كردانك بتشحتف ما تعوز اللي يقول لها لا ده رق في رقتها بيعزف. اوكي اقرا اخر رساله تبعتها على الواتساب. يا مها مها التحيات. كاتبه لخطيبي هروح لك بكره يا جن. كلم حد من جهات وقول له انك هتسيب المدرسه الجامعه الشغل عشان زهقت. حلوه والله. حلوه دي. بقول لك انت على السبيكر. انا هسيب الشغل. شغل ايه؟ هسيب شغل الميك اب عشان مخنوقه. كمل شغل يعني؟ صور سيلفي وبعته لاخر حد كلمته واتساب. هو كان طارق فدي سهله. ادي موبايلك ايه لاحد يقلب فيه لمده 2 دقيقه. هبعت يا اختي صور طارق. تقول لنا هيرد يقول لك ايه؟ بس بقى ممكن تقول لنا هيرد يقول لك ايه؟ جميل قوي الاوتفيت ده عليكي. دورك يا جاي. والميك اب طبعا بس شهادتي مجروحه. ايه اوحش حاجه عملتها تضايق بيها حد بقصد او من غير قصد؟ شايله ومعبيه. اتعصبت عليها جامد عشان موقفاني ساعه بتزلني على صوره. الصحاب يلا. لا بس شهاده حق. انا يعني انا نادرا لما حد بيبقى بيستحملني. فاللي بيبقوا صحابي بجد اللي بيستحملوني واتعصبيت. اللي لما بتعصب بقى التزق جدا. اه والله بجد. سقفه هنا يا جماعه ليا. مفيش اي حد يعني. هي وكذا عدد حموله كده. لا هم عارفيني عارفين طبيعي عارفيني ان انا اوكي طيبه طيبه مش شريره. بس لما بتعصب ببقى خلاص بقى فاهمه ان هو كده فبيستحمل. معنى كده ان هي اكتر حد عارفها واكتر حد ده من اوحش الحاجات اللي فيها بصراحه. يلا كان. الحمد لله. خلاص ما تعيشيش. انا ما عجزتش من شويه. ده ايه اكتر حد طفص؟ مين صاحبتك اللي بتغير من صحابها البنات والولاد؟ جماعه انا بنتقي صحابي على الفرازه. ما ينفعش يبقوا كده. اوكي جاي نطبق اللي بعد النهارده صاحبي. انا ومها بنحب على طول نجيب الاكل. كل واحد يجيب حاجه ونلخص مع بعض. يعني ما نجيبش زي بعض. هي تجيب حاجه وانا حاجه وناخد مع بعض. اللي حد تقول له قول له انك عارف سيري. الو نور. ايه يا نور بقول لك ايه يا نور؟ انت مخبيه ايه عليا؟ يعني ايه مخبيه ايه؟ مخبيه ايه؟ ما اعرفش. روحي شوفي بقى انت بتقولي ايه من ورايا. وانا عرفت في سر كده وعرفته يعني. ايه بقى مش هقول له؟ انا مش بهزر على فكره. لا يا نور ما تهزريش. انا اقصد يا بنتي مش بهزر. يا نور مش بهزر يا بنتي. ما تخضنيش يا بنتي. ما تخضنيش. بس اهدي اهدي. خلاص كنت بلعب لعبه وده الحكم بتاعي. ايه الحاجه اللي نفسك تغيرها في شكلك؟ نفسي جسمي بقى يظبط بقى وما ارجعش اعك واكل بقى. ايه يا جماعه دي مهدي قد كده مش قصيره. جسمك صغير. صغيره بس ما يعني صغيره. ولما باكل بدكك ببقى عامله زي كره كفر. كلم حد مش قريب منك على التليفون من غير ما تتكلم. انا ما بعرفش اعمل الحاجات دي بس شكلي هيبقى وحش قوي. انا عملت ميم. تتصل بحد مش هترد. حد ده المفروض مش قريب منك. انا كده كده عامله ميوت. ده مازن المندوب.
خلاص. ده مازن المندوب اللي اعرفه عن طريق مين، دايما لو انا عايزه حاجه منها او هي هتاخد حاجه مني بتبعته. يعني يا بنتي ربما يتصلش بس. خربت حد حد زمان، بس بضرب نفسي بالجزمه. ايه الموقف؟ احكي. لقيت حطيت في نفس السيتويشن. زمان كان في حد يعني اعرفه كان مخلف بيبي، وكان قاعد في قعده وقعدت بنات ومش عارفه ايه، كان في يعني سجاير في الارض وحاجات في الارض وكده، والحد ده يعني ابنه او بنته يعني خدوا السيجاره وحطها في بقه، فمسكتها هزقتها قلت لها ايه القرف اللي انت فيه ده، انت بني ادم عديمه المسؤوليه، انت مش عارفه ام على الفاضي ومش عارفه ايه. مرت الايام وحصل قدام عيني، بس كنت صغيره يعني، وحصل قدامي ان فهد عمل نفس الموقف. فكما تدينوا تدان، لموا لسانكم على اللي حواليكوا، حط اي حاجه على راسك وخلي حد يشوطها. دعاء اطول دماغي. دعاء اطول واحده هي تقدر تشوط ويوقف. راحت انا حاسه ان دعاء فرحانه قوي. تاني ايوه اوكي. بسم الله. دعاء قول يا دعاء. 3 2 دعاء. اكتر اسم بتكره حد يندهلك؟ ميارو. ميارو؟ ايه ميارو دي؟ ده لذيذ ياما. اخر مره بلعت البانه كان وانا في ابتدائي مثلا. يا ده انا اخر مره بلعها من اسبوع مثلا. لا وانا في ابتدائي احنا عرفنا. اخر مره ضحكت من غير سبب وليه؟ لا ده انا هبل بمشي اضحك عادي. لازم فاكراها مره ماشيه يعني على سور كليه كده. لكن السبب ما انت بتفتكري حاجه. لا ما هو ايه السبب يا ضحكت؟ كان انا بضحك من غير سبب، مفيش حد معايا بنضحك او بنتكلم. ايه اللي حصل؟ ماشيه ومره ضحكت حته واحده اللي هي هبله. انا ببقى ماشيه بفتكر حاجه فتلاقيني غصب عني نسيت وانت عامله كده. ماشيه في الشارع لوحدي كده على فكره. كلنا والله كده. والله مكان رحت فيه وندمان انك رحته؟ جونه. ما عجبتنيش خالص. طالب حد من صحابك برضو منه ينزل معاك في لعبه ببجي. بقول لك ايه ميشو والنبي، عايزاك تنزل تلعب معايا في ببجي. جدا انت على السبيكر وانا اتفرجت. عندك فوبيا من ايه؟ بخاف من بطل. من ايه؟ مراجيح. ما بحبش الملاهي والزحاليق. مش الزحاليق يعني، في دريم بارك والحاجات دي ما اقدرش. قطر الموت. ممكن تموت من الرؤية بس. ادوني ما اركبش حاجة تانية. ألف اغنية راب عن اكتر اكلة بتحبها. انا بحب جدا البيتزا وبحب قوي البرجر، بالذات لو عليهم مستردة وكمان عسل. بس كده. اعتراف لحد كان نفسك تعترف له علشان تستريح. بصي انا ودعاء تحس ان احنا بنموت في المصايب. هقول لكم بس دي حاجه وحشه قوي. بس انا كنت في ابتدائي. ابتدائي. انا اللي اخدت القلم الرصاص بتاعك. ايه ده؟ اعتراف لحد كان نفسك تعترف له عشان تستريح. يعني انت يعني من زمان ما تعرفش نفسك خدت القلم الرصاص؟ ما شفتهاش تاني. خدت قلمك الرصاص على فكره. يا حراميه. اكتر حد دبش في القعده. ايه ده في ايه؟ انا دبش بقى حلوه لو عملت عليها سلو موشن كده. لا والله مش قصدي. لا مين اكتر حد لو عندي عربيه يسوقها نرمين اكيد لان اسويها. ثانيه واحده مش فاهم دبش. بصيتلي. لا انا قلت اشتغلك وانت كنت قاعده عماله تظبطي. احكي للي قاعدين عملت ايه الصيف اللي فات. ايوه. من غير ما تقفل فمك. من غير ايه؟ ما في البق يعني المفروض احكي لكم عنها كده. يلا. الحاجة الوحيدة اللي بتمنعني احقق حلمي هي النوم. انا قلت بحبه يا اخي. ارسم شنب وسيبه لاخر اللعبة. احلى شنب. صغير عشان الميك يا جماعة. بحب اللي شنب قوي. بموت في المصايب. ما اطمنين لي. لا عملت والله صغير. بنتي قربي اللي واقف من مناخيرك ثانيه. مين البومه بتاعت القعده؟ لا مش عارفه. انا اسفه. حاضر بتسبق فقرك انت تشقر. انا ليه ده؟ انا كنت هقول عليك. شفتي بقى؟ انا صلى الله النبي. انا متخانق دلوقتي. لا هو فاهمه يعني بتبقى قاعده مستنيه المصيبه. انا قاعده اهو مستنيه المصيبه جايه. شفتي حصل ايه؟ دي كلها بوادر. ما بقتش الا بس كوميديه ودمها خفيف بس. جدا بقى جدا. مين مسخره؟ مين هل مين بيحب العناد القعده؟ مها بتحب تعند على فكره. مش عارفه دعاء وميار قوي بس ميار شكلها ما بتعندش. دي مش عندي يعني لو حد هيمشي رايه عليها لا هتعند حتى لو هي عايز تعمل الحاجه دي. عناديه. المخ جزمه يعني. او الف شعر ونزله في الستوري واستخدم فيه موز وبرتقال. احببت الموز ولكنه يزحلق. احببت البرتقال.
يقال ولكنه يبقى شعر. يعني في شو اوحش صفه فيا؟ تبقى زي السذاجه. انا فيها السذاجه شويه. سذاجه يا جماعه. انا على طول متاخره حتى في اللعبه حتى شنطتها مفيش في كل حاجه. حتى شنطتها متاخره ليا. اخر شنطه جت شنطتي جت متاخره. اكتر حد بيعمل مشاكل في العاده. انا اصلا بتلكك عشان اتخيل. بتبصي لي دعاء مشوها دعاء يا جماعه. نضيفه نضيفه. حاجه بتقول لك مشوها دعاء. لا لا والله استنى. اول ما وصلنا من تحت وانا وهي كنا في اللوبي مستنيينهم. شوفي ايه اللي كان الاوضه. كنت انا وهي هنموت ونتخانق. انا البنت كانت مستفزه. لا تتكلمي صح. اكتر حد بيحب يعمل مشاكل في القعده. انا مستنيه جدا. ممكن بصي يعني ما تسكتش. ما وحشه عني علشان انا. لا بيبي ابي ان انا طيبه زياده. لا على فكره لو تعرفي وانت في سوري اكتر حد بيعمل مشاكل في القعده انا. شفتي اما راحت تقول لها ايه؟ هعمل ليتش تشيك اوت وهمشي الساعه 2. خلاص لما انا بعمل مشاكل لما بتحتاج الموضوع ده انا مشكله. دعاء بجد احنا مش قادره. مش قادره. لا وانا بتكلم عن ثقه بيه. يلا انا تقبلت. اكتبوا في الكومنت انطباعات عننا بس مش مسموح بقله الادب عشان انا برد على الكومنتات وما بسكتش. طلع بلوك. بعمل بوست بتاعت مشاكل اهي. انا بعمل بلوكات يعني. تمام. ما بسمحش بالشتايم طبعا. اكيد مش هتحدش من عندي. طبعا انا صاحبه القناه فاكيد مش هتقول عني حاجه وحشه. قاعده بيقول عليكي نص كلمه يا جابي. انا اسفه يا شوشو بس وانت صغيره ضربتك. مش قد اختي ليه؟ طبعا اكيد عشان هي عيله صغيره وشايفه. انا بقول لك كبيره. اختك كبيره. ماما اللي انا ما كنتش فاكره الموضوع ده. قالت لي ده انت كنت بتسفخيها قلم. مين اكتر حد جبان في القعده دي؟ انا. اكتر حد بيحب النوم مايا. ولا اكتر حد بيحب مايا؟ مايا. شفتي كلمه الحق طلعت الاول والله. لا سوري للمين سمعتها سداها. لا اتشربت بس ان جيت الحق برضه. انا بحب النوم قوي قوي. ما انا بصحى من بدري وبنام بالليل زي البني ادمين الطبيعيين. خلاص يا نرمي. بحاول ادافع عن نفسي وحاسه. بتحاول تدافع عن نفسها. سووها ما شاء الله. اغرب سبب بكيت علشانه. كان صغير فعيطت. لا انا رجعت البيت تعبانه لقيت ماما عامله لوبيا. العبط ده. الجامعه. لا وانا بشتغل من قريب كان عندي عروسه وكنت راجعه ظهري متدمر مش قادره وراجعه عماله جعانه وعماله اتخيل الاكل اللي في البيت وكنت شايله شنطه الميك اب فما قدرتش اكل بره. الاكسبكتيشن عالي قوي فيعني اتدمرت. لا ما قدرتش اكل بره عشان شايله شنطه بتاعتي كنت عايزه اروح على البيت تعبانه مش قادره اتحرك ومش هقدر اقوم اعمل الاكل ومش هقدر اطلب واستنى لسه الاكل. رايحه وانا كل امال ان انا اشوف ايه على السفره. لقيت لوبيا. انا اكتر حاجه بكرهها اللوبيا. كنت بعيط. خد سيلفي جنب التويلت وحطها على الفيسبوك. هنزل لكم الصوره دلوقتي. اطلع لايف قلت حمو بيكا. دعاء جريئه جدا. انا ما عندهاش مشكله تدوس في اي مشكله. وباتوم بالي بالسمسمه. وباتوم بالي. وباتوم بالي. العب باي ثلاث حاجات في الهواء. زي البهلوي. رجعنا من غير ما تطلعي حاجه في وشه. كله خلي باله من وشه. فلكسنت. يلا يا جماعه. استخبوا. مفيش سيكو خالص. يلا. اوبا. هم غلط لان هم لازم الثلاثه يبقوا في الهواء بس ده اخري. اكلم باباك قول له انك عاوز تسيب البيت. يا اختي. الو يا بابا ازيك؟ الحمد لله. انا قررت قرار مهم جدا. ايه؟ انا عايز اسيب البيت. عايز اسيب البيت. ليه؟ ليه؟ هعيش في الغردقه عجبتني. بس دي كده نيتك بقى مش عجبتك. طيب يا بابا شكرا. مين في القعده ممكن يقتل حد؟ دعاء. بدون تردد. خطوتين. بدون تردد. ايديا وما بستحملش. بيحب يتكلم بره الموضوع من القاعدين. ما ممكن نرمين يعني يبقى بتكلمها انا جعانه. انا اتحريت. تبقى في البول وبنرق. اللي فجاه صاحبتي كده. كلم حد من اخواتك وقول له عايز ايه. عايزين تاكلوا. لو قال لك قول له انا مالي واقفل. الو. الو. ايه شيء بقول لك ايه؟ عايز تاكل؟ وانا مالي. لا بس خلي بالك مقفل لساعتين عشان بصي اخواتها وباباها يعني ايه عارفه رياكشنهم. ايوه انت تصوتي بواحده يا مؤاخذه يا بيبي ده. ايه؟ اجي من المطار لوحدي وخلي اللعبه تنفعني؟ يلا اللعبه تنفعك. اطلع برضه اجي لك المطار وامشي. اخر مره حورت على اللي قاعدين. حورت عليا ان هي نازله لي وبتحور على ما ان انا نازله لك خالص ودايما انا قافله ان هي بتحور. مش لما اتاخرت عليها تلت ساعه بقى. لا الصبح بقى. المهم ان انا ببقى عارفه
عارفه انا جايه لك اهو. طب يا نرمين ببقى عارفه اني لسه قدامها حبه حلوه، هي بتحور وانا قافشها عادي. ومع ذلك بكمل تحوير ما بعرفش وهي مكمله معايا برضو عادي، مكمله ان انا مصدقاها. حاجه عملتها من ورقها اني كنت بقول للبابا ان عندي محاضره هتخلص الساعه 7:30 وما كانش في محاضره تخلص 7:30 الجامعه، انا هفضل مع صحابي هروح اعمل ايه؟ اديني روحت اتجوزت وخلفت. قول كل واحد بيفكرك بحيوان ايه. طيب حلوه دي ممكن اجاوب عليها. نرمين الكوالا كسلانه عشان النوم، يعني صفة حلوة مش وحشة. وانا جاي من داخل النوم بحبه. اوكي دعاء. طيب حاجة من الصفات اللي احنا قلناها والناس بس ما تبقى هشرح لك لما اقول. لا والله لو قلتي حتى ايه؟ دور بقية طايحة كده مش عارفة ايه رحت فين. مها وعي الفل حاسة. لا مش عارفة بس ثانية لازم افكر لها شوية. الحمد لله فدي مش ايوه يا ميار بحبك والله بس استني شويه. اه يا ميار انا مستنيه. كل الحيوانات كده يا جماعه. ما انت تقولي عليها ايه؟ اقول ما انا لو قلت انا هتقولي ايه؟ انت بتنطط كده عارفه ليه هتقول كده؟ عشان انا حركتي كتير. انا كنت هقول كده بالظبط. ارجع والنسناس يعني مش بتعرفوا تمسكوها كده. اه لو بتحرك كتير بطه. لا انا شفتها حاجه يعني ايه؟ انت فهد. انا كنت هحاول فهد عشان السرعه عشان سريعه وذكيه. كنت هقول عشان الله يكرم اصلك يا ذكيه ما شاء الله كبرت بخاطرك قوي. لو منك هحبها على الاخر. لا 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 على فكره هي لو مش ذكيه لو مش ذكيه ما كانتش في الهافي. طب انا عايز اقول لكم على حاجه بجد. لا ذكاء بتبقى عارفه مش ذكاء اللي هو فطينه قد ما انت عارفه الفهم بيبقى عارف وعايز ايه وكده. انا لو مش بنافقك والله بس حسيتك كده اول ما اتكلمت. يعني مهم بس ينفع يتلغي بلغي عشان انا بتهرجي والله كوالا وش. اه يا ماما اه ممكن تقولي اي حاجه في الحياه عشان انا عايزه حد او انتوا كلكم تقولوا لي انا حيوان ايه. قطه كده هاديه قلب الانس. قطه قطه هبله لولو ميرسي. ايوه ليه يا جدعان تايفيني ليه كده؟ دعاء قعدت معايا ورغت كتير فممكن ممكن عندها فكره ثانيه. طياره حسها كانجرو عشان هي رابطه بين حاجتين. الكانجرو اصلا وحيوان متوحش يعني هو ما ينفعش اصلا بني ادم يتعامل معاه لانه عنيش. فحاسها ان هي ينفع تبقى الشخص العريف بس في نفس الوقت الحنان بينه. عشان كده قلت لك دعاء تعرف تجيبني لان احنا اتكلمنا كتير الفتره دي. فنرمين ومها قالوا قطه ومش عارفه اه عشان من بره كده بس. انا مش حاسه ان انا كده. انا كائن ممكن اكون غامض وساكت شويه. مش كلمه ايحاء بالظبط بس مش فيك يعني. انا مش بوظف حاجه وبعمل حاجه نيه مش قويه بغباء مش غشيمه بس. نفسنت على مين من اللي قاعدين في القعده؟ اكيد عليا طبعا. لا نفسنت والله مش بقول كده خالص بس انا لا يعني مش من دماغي الكلام ده. اكيد عليا. هي ما شاء الله الله اكبر يعني ما شاء الله اكتر حد ناجح فيه في العالم. هتنفسي عليه ازاي؟ لا ما شاء الله. صفة نفسك تبقى عندك من الموجودين. ممكن تكون مهارة ممكن مثلا اتعلم من نرمين ابقى بسويقة مثلا. شبح القعدة في لفة الباليرينا والله ماشي حاضر. قلت اللي جنبك يبعت رسالة اللي هو عايزه. فين الباليرينا يا جماعة؟ بس قال لك اللي على شمالك اللي على شمالك جماعه اديله نرفع بس ده بس تقول طوحانه انا هي البلرينا البلرينا بتاعتي جالك يا لهوي ميرسي ميرسي. كل ما حد يقول لك حاجه لاخر اللعبه رد تدفع كام واغمز. تدفع كام؟ مين عيوطه اللي قاعدين تدفع كام؟ اكتر ذكرى محرجه في الطفوله تدفع كام؟ ما عيوطه تدفع كام؟ يا بتشيل دموعي قريبه قوي. تدفع كام؟ حساس بجد؟ على فكره انا اللي بيفتكرني ان انا شخصيه قويه وكده بس انا حساس. عيوط لا جديده ما من اقل حاجه. حاجه عمري ما عملتها حتى الواحد تدفع كام؟ حاجه عمرك ما تعملها اتفضلي تدفع كام؟ اني اشتغل رقاصه تدفع كام؟ اسم قلب والقلم في فمك تدفع كام؟ الله وبس كده وننهي الفيديو. اتبسطتي يا نرمين؟ جدا جدا جدا. عجبتكم اللعبه يا بنات؟ ايوه اصلا قاعدين اكشلي بقى لنا ساعتين ويد نلعب فهي ما هتجمع لكم الهلس كله. اه يعني هجمع لكم حاجات معينه من المثل اللي هي مضحكه او كده لان كان في حاجات اسئله عاديه جدا. وبس كده وننهي الفيديو عشان ضهرنا عشان هي هتتعب في ال فعلا ده انا هقعد 50 ساعه من المونتاج. غيرنا البطاريات ثلاث بطاريات عشان اللعبه دي. فاعملوا لايك بقى ولو حابين ان احنا نلعب تاني اعملوا لايك وظهرنا وجعنا فهنقوم وكفايه كده. سبسكرايب عندنا كلنا يا جماعه وسبسكرايب. ميار دعاء نرمين وانا ما باي باي.